دامكم في السعودية يعني فرصة أنكم تروحون تعرفون تاريخها من هالمتحف العالمي. اليوم الاتكال عليكم. يلا بوريكم أنا يلا. وأنا بوريكم. وريهم أنت أنا أول مرة أدخل. وجهتنا الثانية هي متحف الوطن السعودي. مع أني سعودية بس ما قد جيت هذا المكان فمرة متحمسة إيش أشوف داخله. مكان كبير شكله صح؟ أيوة كبير. ما معقول أركيتكتشر شو حلو. يلا صور حنتثقف اليوم أول مرة. السلام عليكم. أهلا وسهلا فيكم في المتحف الوطني وبقلات الام بي سي. طبعا المتحف الوطني يضم ثقافة المملكة منذ العصور الحجرية وحتى توحيد المملكة. أعتقد أن أي موهبة تحتاج أن الإنسان يتعرف على الثقافات خاصة ثقافة بلده. مبسوط أن أنا قاعد أشوف حضارة السعودية. إن شاء الله حتاخذ فكرة كاملة عن المتحف الوطني وعن تاريخ المملكة العربية السعودية. نبدأ من أول قاعة اللي هي قاعة الإنسان والكون. المقصود بها الإنسان اللي عاش على أرض المملكة. كيف كانت حياته؟ كيف أدواته اللي كان يستخدمها من آلاف السنين؟ هذا النيزك أول ما واجهنا في قاعة الإنسان والكون وزنه 2 طن. ممكن تشوفي نسبة الحديد اللي فيه. أوه ماي جاد. هذا وجدوا رحالة اسمه فيلبي. هنا بندخل على أحد السلاسل الجبلية وهنا بيظهر الثروة المعدنية. ملح 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 وين؟ شوفوا وين عم يدور الملح. كثير. واو. بعرفكم على فك فيل وناب فيل وجد في منطقة السرار في النعيرية منطقة صحراوية. هذا الفك يرجع ل 17 مليون 10 مليون سنة تقريبا. هذا يعني دليل ان كانت في افيال وفي حياة غير الحياة اللي احنا نعيشها الفترة هذه. هذا الناب بس؟ الناب اللي وجدناه يعني. يعني ما كان في شيء اسمه ديناصور، كان في حيوانات كبيرة. في حيوانات كبيرة بس ممكن لسه ممكن ما زلنا في البحث، ممكن نجد شيء أضخم. ديناصور كبير وعظام، يعني أنا دائما أشوف أفلام الكرتون في التلفزيون بس ما عمر شفته قدامي، فشكله غريب بس حلو كذا كبير مرة حلو.